بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا زدنا علما بمحبتك وزدنا قربا من حضرتك، آمين يا سيدنا يا عظيم، أو من حضرتك أو في حضرتك. ومن آياته قلنا علامات الإله، لأنه لا علامات لولا خلق المولى ولولا كتاب المولى لن تجد بسهولة أي علم. ومن آياته وقلنا في سورة الروم ربي أشار بعدة مرات بهذه الصيغة، ومن آياته ومن آياته، كأنه وقت نحاول نفهمه كأنه يبين الروم لإجريكو روما في الحقيقة، لأنه ما سلطة انتقلت من اليونان إلى الروم واستمروا بعد في النقطة هذيك، استمروا في غوانهم وعذبوا النصارى اللي يذكرون بخير وقاسوا منهم أمر. على كل حال المفيد الآيات، أرجو آيات الله كلها في القرآن وفي الزمان والمكان. نعود إن شاء الله.